ده اللي محدش يقدر يقاومه، محدش يقدر يقاومه من ريحته قبل طعمه وقرمشته وجماله وحلاوته. بصوا هو المفروض يبرد يعني، بس انا في الحقيقة مش قادرة استنى ان هو يبرد. عايزة اوريكم، بصوا المنظر، بصوا التحميصه. واول حاجة عشان نعمل القراقيش الخطيرة بتاعتنا هنحتاج 1/2 كيلو من الدقيق يكون دقيق كيك، يعني مش دقيق قوي، لا 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 لا، دقيق عادي خالص، دقيق كيك او دقيق بسكوت يعني، او دقيق متعدد الاغراض، اهم حاجة ما يكونش دقيق قوي ولا حاجة. ولازم طبعا ننخله كويس جدا. وبعدين هنضيف ربع كوباية من النشا، وبرضو لازم ننخلها. وهنضيف معلقة صغيرة قوي من البيكنج باودر، ومش هننسى رشة الملح. الموضوع سهل وبسيط، ما بياخدش وقت خالص، بس طبعا اكيد كلكم عارفين ان ريحة المخبوزات في البيت بتدي روح حلوة. ايوة ايوة. طيب انا قلبت كل المكونات الجافة، وهكون محضرة كوباية من المادة الدهنية. الكوباية دي عبارة عن 3/4 كوباية من السمنة او الزبدة وربع كوباية من الزيت، هي دي الكمية اللي هنحتاجها للنص كيلو دقيق. ودلوقتي هنبدأ مرحلة البس، لازم نغلف الدقيق والمواد الجافة بالمواد الدهنية، ودي خطوة مهمة جدا علشان تاخدوا احسن نتيجة. انا هحاول ابس شوية كده بالسباتيولا، وبعدين هبس بايدي. لا مش نافع خلاص الاسباتيولا، نبس بايدينا احسن. شكرا، خلاص الاسباتيولا كده مرحلة البس، يعني نغلف كل المكونات الجافة بالمكونات السائلة. اختاروا نوع سمنة كويس علشان تاخدوا احسن نتيجة، يعني مش اي سمنة كده وخلاص. في الحقيقة انا من الناس اللي بتحب تسيح السمنة في البيت، يعني بحول الزبدة لسمنة، والموضوع سهل جدا على فكرة، ما بياخدش وقت خالص. خلي بالكوا ان المادة الدهنية كانت دافية، ما كانتش سخنة قوي، بس كده خلاص. طيب تعالوا اقول لكم بقى على بقية الاضافات اللي هنحتاجها. بصوا هنقلع ده مؤقتا كده عشان هنحتاجه تاني. هنحتاج ربع كوباية من السمسم المتحمص، لازم السمسم يكون متحمص، عارفين التحميصة الخفيفة دي، هو ده اللي احنا محتاجينه، ربع كوباية. بصوا بقى هنبدأ نحمص هنا في نفس الطاسة بتاعت السمسم، معلقة كبيرة من الشمر واليانسون وحبة البركة. ممكن تستكفوا بالسمسم بس، بس في الحقيقة الحاجات دي بتدي طعم خطير خطير خطير. هحمصها لمدة دقيقة وافرمها فرم خشن، عشان انا محتاجة من كل الخليط ده معلقة كبيرة واحدة بس. ادي الشمر واليانسون وحبة البركة، هحطها في المطحنة عشان افرمها فرم خشن واخد معلقة واحدة بس. انا بحب الميكس ده قوي، تحفة تحفة، بصوا الجمال، تحفة. فرم خشن مش فرم ناعم، هناخد معلقة كبيرة مليانة. البيق ده اكيد هستخدمه تاني قريب، انا متأكدة الوصفة دي تقريبا بعملها كل شوية. بعد ما خلاص ضفت الشمر واليانسون وحبة البركة، هبدأ اعمل الخليط السائل اللي هو عبارة عن كوباية من اللبن مكان الزبدة ومكان السمنة والزيت، مش لازم نغسل الكوباية يعني. هنبدأ نضيف معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة. واللبن دافي خلي بالكم. نقلب نقلب نقلب، نسيبها شوية عشان نتأكد ان الخميرة بتاعتنا شغالة كويس، وبعدين هقول لكم نعمل ايه. الموضوع سهل جدا، ويعني في اقل من نص ساعة هتكونوا محضرين احلى عجينة قراقيش. هنبدأ نخلط السمسم بالعجينة، ونتأكد ان هي اختلطت كويس جدا بالسمسم واليانسون وحبة البركة، تحفة تحفة تحفة. خلاص كده كوباية اللبن اختلطت مع الخميرة، وتأكدت ان الخميرة شغالة كويس، هبدأ اضيفها. انا ضفت 3/4 كوباية اللبن بالخميرة، وهعجنها واشوف انا هحتاج الباقي ولا لا، لان انتوا عارفين ان كل دي بيختلف عن التاني بايدينا. انا مش محتاجة اعجن كتير، مجرد بس الم المكونات مع بعض، دي ميزة القراقيش بصراحة، بتحتاجش عجن كتير كده زي العيش والبيتزا والحاجات دي، مجرد بس بدمج المكونات ببعض. الريحة خطيرة. لازم العجينة تكون متماسكة، بتلزق شوية صغيرين بس كده،
بصوا بقى العجينه بقى شكلها ازاي. بصوا عجينه طريه تحفه، بتلزق شويه صغيرين، وهو ده القوام المطلوب للعجينه. انا ما استخدمتش كوبايه كلها، علشان زي ما انتم عارفين ان كل نوعيه دي بتختلف عن التانية. فنوعيه دي اللي انا استخدمتها دي اخذت بالظبط 3 ارباع كوبايه من خليط اللبن بالسكر بالخميره. فكل اللي انا هعمله دلوقتي هسيب العجينه دي نص ساعه، هي مش هتخمر قوي لان الماده الدهنيه فيها عاليه، فانا هسيبها نص ساعه لحد ما اعمل عجينه تانية. زي ما قلت لكم انا حاسه ان الخليط ده مش كفايه، محتاج اعمل تاني. هسيبها نص ساعه تستريح لحد ما نعمل خليط العجوه. انا بالنسبه لي بحب القراقيش جدا بالعجوه، وبناتي بيحبوها ساده، فهرد الطرفين. وبعد ما خلاص سبت العجينه القراقيش بتاعتي ترتاح لمده ساعه، انا سبتها ساعه عادي، الجو عندنا برد، فساعه كان مناسب جدا. هنبدا بقى نشكلها. بصوا العجينه تحفه تحفه. العجينه تقدروا تسيبوها من نص ساعه لساعه حسب درجه حراره الجو عندكم. لو الجو عندكم برد يعني ساعه تمام، بس مش اكتر من كده. بس قبل ما نفرد العجينه لازم نحضر التمر. ادي التمر، انا حطيت عليه معلقه من السمنه ومعلقه من السمسم المتحمص وقلبتهم كويس جدا مع بعض. تقدروا تضيفوا كمان معلقه من القرفه، بس انا بالنسبه لي كده تمام قوي. كل اللي هعمله دلوقتي هجيب ورقه زبده البيكنج شيت، هقص اتنين قد بعض وابدا افرد عجينه التمر جوه البيكنج شيت دي علشان تبقى متساويه جوه المينيو. افردها كده وبعدين الثانيه دي فوقيها، وابدا افردها على هيئه مستطيل عشان لما احشيها جوه المينين او جوه القراقيش تبقى متساويه، ما تبقاش حته تخينه وحته رفيعه. خلاص كده فردتها، وزي ما اتفقنا هنفرد عجينه التمر قبل ما نفرد العجينه علشان تبقى سهله التشكيل. نيجي بقى للعجينه الخطيره بتاعتنا، هنفردها كلها. بصوا ريحتها تحفه، ريحتها تحفه تحفه تحفه. هنفردها رفيع يعني بحوالي سمك سنتي مش اكتر من كده، عشان هي لسه هتنفش في الفرن. انا عايزه اشكلها على هيئه مستطيل. من الحاجات السهله السريعه جدا اللي تقريبا بعملها كل اسبوع اسبوعين. انا هشيل كل الزوايد علشان لما احط عجينه التمر برده تبقى مظبوطه. طبعا دي الزوايد دي كلها هشيلها والمها على بعض تاني وعجنها تاني وافردها تاني. زي ما اتفقنا انا هعمل شويه ساده وشويه بالعجوه، علشان هبدا اقطعه شرايط علشان احط كل شريطه جوه العجينه واقفل عليها، تبقى طبقه واحده بس على قدها بالظبط. الموضوع سهل وبسيط وممتع كمان، ممتع مش سهل وبسيط بس. بصوا هنبدا نجمع العجوه ونحط عليها طبقه من العجين، بس طبقه خفيفه، وبعدين نقفل عليها. قفلوا عليها كويس علشان التمر ما يطلعش وقت التسويه. نبدا نكورها كده. خطير. طيب دي دلوقتي اللي هي محشيه تمر، لو عايزه اعملها ساده هنلفها على الفاضي، بس هنلفها مره واحده بس. بصوا مره واحده بس عشان تبقى مفرغه من جوه بس، وبعدين هنقفل كويس كده، وبعدين هنعملها كده عشان نتاكد ان كل الاطراف اتقفلت على بعض. حاجه تانية هقول لكم عليها مهمه، لما تيجوا تعملوا المحشي عجوه اعملوها في صاج لوحدها والساده في صاج لوحدها، لان تسويه اللي بالعجوه مختلفه عن تسويه الساده. انا اقول لكم بقى اسهل طريقه للتشكيل. بعد ما خلاص حشيناهم هنبدا دلوقتي بالعجوه. بصوا دلوقتي وتاكدنا ان الاطراف مقفوله كويس جدا تمام، هنبطط عليه تبطيطه صغيره كده. بصوا نبطط كده خفيف قوي يعني مش جامد، وهنجيب بس اي سكينه عندنا مشرشره او سكينه عاديه يعني، ونبدا نعملها كده. الموضوع سهل وبسيط جدا ما بياخدش وقت خالص، بس فعلا طعمه بيبقى خطير. انا عايزه اوريكم بقى. بصوا تقدروا تقولوا عليها قراقيش، تقدروا تقولوا عليها منين، المهم ان الطعم خطير تحفه. بصوا المنظر. طيب دلوقتي انا هبدا احط في الصينيه بتاعتي، الصينيه دي هتبقى بالعجوه بس،
هسيب مسافه بسيطه، هي يعني مش هتعلى قوي، انا بس هسيب مسافه بسيطه وهسيبها ترتاح تاني لمده يعني ربع ساعه 20 دقيقه بالكتير، وهشغل الفرن على درجه حراره 160 لان انا محتاجه الفرن يكون سابق التسخين ودرجه الحراره اقل من الوسط علشان يتحمص بقى وايه وياخد اللون الذهبي ده. طب وبعدين بقى في الحلاوه دي بعدين؟ وبعدين انا هسيب المنظر هو اللي يتكلم عن نفسه، انا مش هتكلم كتير، بصوا فعلا تحفه. هسيبه يرتاح شويه وبعدين هكون مشغله الفرن على درجه حراره 160 وهيستوي، يعني مش هياخد وقت في التسويه، يعني 10 دقائق 12 دقيقه لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل. استنوني هوريكم ازاي شكله بعد التسويه. ده اللي محدش يقدر يقاومه، محدش يقدر يقاومه. هسيبه يبرد دقيقتين لحد ما نعمل الشاي وندوقه مع بعض. الشاي بتاعنا معانا، قرقشنا معانا، وكده احنا خلاص تمام. عايزين ايه تاني؟ مش عايزين اي حاجه. مهما اقول لكم الريحه عامله ازاي، ميكس السمسم مع الشمر واليانسون وحبه البركه، الميكس ده خطير خطير. هو في الحقيقه المفروض استنى، بس انا مش قادره استنى الحقيقه. بصوا انا عايزه اوريكم من جوه، يعني هي المفروض تبرد خالص عشان نعرف ندوقها، بس انا هوريكم. بصوا سخنه تحفه ولازم تجربوها.